اللقطة التي ينتظرها الصياد. هذه اللقطة تحبس الأنفاس، يا لها من روعة مع الصيد في البرية. والآن أخونا الصياد لقد أسقط هذا الطير وذهب إليه كلب الصيد المعلم، هو أتى به الصياد. ما شاء الله، وما شاء الله لأخونا الصياد، متعة. الصيد لا يعادله شيء، صيد راحة للبال ومتعة وجمال. شكرا.